بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة مشاهدي ومتابعي ومحبي كرة السلة في كل مكان، معلقكم الرياضي أحمد بناء يحييكم. وأولى مباراة الدوري المرتبط في صالة الشهداء بالنادي الأهلي، أولى المباراة الرسمية لموسم 23-24. كل عام وحضراتكم بخير أعزائي المشاهدين، بمناسبة عيد العزة وعيد الكرامة 6 أكتوبر، عاد الله علينا وعليكم بكل خير وعلى مصرنا الحبيبة بكل خير إن شاء الله. أولى المباراة اليوم لملكات كرة السلة بقيادة الكوتش طارق خيري، وضربة البداية جامبو للبداية لهذا الموسم في دوري المرتبط ما بين الأهلي ملكات كرة السلة والوافد الجديد النادي الأولمبي. على بركة الله وبداية أحداث الكوارتر الأول وأولى التجارب للسنغالية فاتو دي جاني. الستارت اللاين أب للنادي الأهلي: ميرال أشرف، سوريا، رضوى، و فاتو جيانيه وتمارا السيد. ده الستارت لاين اب اللي بدا بيه الكوتش طارق خيري والجامبول الاول والحيازه للاهلي والاهلاويه. اولى التيرن اوفر على طول ملك صلاح. اقول لحضراتكم على تشكيل نادي الاولمبي في البدايه. ملك سلم لفاطمه خضراوي لملك مره ثانيه بالسكرين وتحاول تعدي مايا وبتوصل لكن لا تنجح في التسجيل. تلم فاتو في اولى المشاركات الرسميه، تسلم لميرال، ميرال على السايد وفي انتظار فاتو اللي قطع. تستلم فاتو بالفيداوي وتلف وما تنجحش في التسجيل. يلم على طول النادي الاولمبي على طول عن طريق فاطمه خضراوي. تبدا الهجمه فاطمه وتسلم لملك صلاح. ملك بالهاند اوف على طول مع رفايده، هاند اوف مره ثانيه لفاطمه، تقف وتشوط في الميديم شوت لكن لا تنجح في التسجيل. تمر نادر على طول ديفنسيف ريباوند وبتطلع الفرس او الاوتلت والفرست باص لميرال اشرف. فاتو تحت الباسكت مان تو مان، السكيب باص عند سوكا، سوكا تاخد سكرين من تمارا في البيك اند رول لكن لسه سوكا معاها الكوره، درايف على طول وتقف في داوي وتشوط لا تنجح في التسجيل. تمارا سكند شانس وتطلع كيك اوت عند سوريا، سوريا في البيز لاين لميرال، ميرال على ال 45 تشوط اولى الثلاثيات لا تنجح ايضا في التسجيل. يلم على طول نادي الاولمبي عن طريق فاطمه خضراوي، فاطمه تقف مان تو مان النادي الاهلي، تاخد السكرين وتسلم على طول لمريم صلاح. مريم باك دور رائع وتوصل وتنجح بتسجيل اولى نقاط. رفايده تامر بعد اسيست وباك دور كده من مريم صلاح تاخد معاها الاند 1 والفاول لصالح نادي الاولمبي. اولى النقاط في احداث هذه المباراه 2-0 وادي الاند 1 تنجح في تسجيلها لاعبه الاولمبي رقم 7 رفايده تامر، تصبح النتيجه 3 نقاط مقابل 0. تمارا نادر الصفقة المنضمة حديثا إلى النادي الأهلي هذا الموسم، سوريا باك دور تاني لكن في الأخير تقطع على طول رفايدة. ميرال تعمل الستيل تروح توصل تنجح في تسجيل 2 بوينت جديدة لصالح النادي الأهلي، يصبح النتيجة 3-2 لصالح نادي الأولمبي. فاطمة الخضراوي نادي الأولمبي قيادته عن طريق الكوتش كريم فتحي، كان هقول لحضراتكم في التوقف لكن خلونا مع أحداث المباراة. رفايده لسه رفايده معاها الكوره مان تو مان النادي الاهلي، يجي لها سكرين مريم صلاح توصل على طول لمريم صلاح وتعدي وتروح لكن لا تنجح في التسجيل. سوريا سكند ديفنسيف ريباوند لكن في فاول وخطا شخصي على لعيبه من اشرقه شباسي. اوتسايد لصالح النادي الاهلي. حكام اللقاء النهارده كابتن وليد عوض وكابتن من منى علي ومراقب المباراه الكابتن احمد الفلكي. تمارا تروح وتخترق لكن في الاخير تعترضها بفاول وخطا شخصي ايضا على اشرقت. تاني الاخطاء الشخصيه على اشرقت والاوتسايد لصالح النادي الاهلي. في تغيير اشرقت هتخرج على طول تنزل مكانها فاطمه مجاهد، لاعبه مصعده من تحت 20 سنه. 4 لاعبات من نادي الاولمبي مصعدين من تحت 20 سنه، ملك صلاح دبل زيرو لكن خلينا مع اللعبه دي. سوريا لرضوى، سلم لفاتو، تقلب على طول على الاوبن شوت لتمارا واولى الثلاثيات لا تنجح في التسجيل. على طول ديفنسيف ريباوند حاضر عند فاطمه خضراوي، فاطمه لسه معاها الكوره، فاطمه سلم لملك صلاح، ملك باك دور المره الثانيه ولكن الكيك اوت عند مريم صلاح، تطلع على طول لرفايده على 3 بوينت لا تنجح في التسجيل. صراعه ينتهي عند مين؟ ينتهي عند نادي الاولمبي. مريم صلاح
وتروح وتوصل لكن لا تنجح في التسجيل. سكند شانس حاضر عند فاطمه مجاهد المصعده من 20 سنه تنجح في تسجيل نقطتين كمان لصالح نادي الاولمبي. ميرال اشرف، ميرال في الوان ان وان راحت وصلت نجحت سجلت نقطتين كمان لصالح النادي الاهلي. في اثنين لعيبه في نادي الاولمبي، رقم 11 مريم صلاح ورقم دبل زيرو مريم صلاح. ايضا مريم صلاح تلعب واحد على واحد، طلع وراحت وصلت لكن لا تنجح في التسجيل. ديفنسيف ريباوند حاضر على طول عند ميرال اشرف، ميرال في الاول زاوية، ميرال 1 ان 1، ميرال راحت، ميرال وصلت، ميرال نجحت، ميرال خدت الفاول، ميرال بالاند 1 تنجح في هجمه في الاول زاوية من الباسكت للباسكت انها تاخد تسجل نقطتين وتاخد معاهم الاند 1. اند 1 لصالح ميرال اشرف، تعدل النتيجه الى 6-5 لصالح النادي الاهلي. اند 1 ميرال اشرف ورميه حره اضافيه تنجح في التسجيل. فاطمه خضراوي تبدا الهجمه، الاهلي ضاغط من منتصف الملعب تقريبا. فاطمه سلم لمريم صلاح، مريم هندوف على طول مع رفايده، رفايده بتغير الاتجاهات تشينج دايركشن، تحاول توصل بيك اند رول على طول عند فاطمه مجاهد لكن ميديم شوت بإير بول واوتسايد لصالح النادي الاهلي. ضغط نادي الاولمبي على رضوى، فاتو سلم لتمارا، تمارا السكند شانس في 3 بوينت تنجح في تسجيل ثاني المحاولات ليها ب 3 بوينت رائعه من تمارا نادر المنتقل حديثا من نادي الجزيره لهذا الموسم، تنجح في تسجيل 3 بوينت عز النتيجة إلى 10-5 فريق 5 نقاط صالح النادي الأهلي. فاطمة مجاهد قلب النادي الأهلي زون ديفنس 2-3، فاطمة خضراوي تروح وتوصل لكن لا تنجح في التسجيل وتحصل على خطأ شخصي عن طريق فاتو. التو شوتس لصالح نادي الأولمبي. فري ثرو أول ناجح. والفري ثرو تاني ايضا ناجح. شيرين عبد الستار رقم 10 هي اللي سجلت تو شوتس. تمارا نادر مان تو مان ما زال نادي الاولمبي. ميرال اشرف، ميرال في الدرايف من ميدل تروح اسيست حلو لكن الباصه كانت اسرع على طول تلم وتسلم لفاطمه خضراوي في الميديم شوت لا تنجح في التسجيل. رضوى على طول بتطلع السكيب باس 1 ان 1 ميرال اشرف بالباور لاب لكن لا تنجح في التسجيل. فاتو سكند شانس وسكند شانس ثاني تنجح في تسجيل 2 بوينت جديده لصالح نادي الاهلي. 12-7 لصالح النادي الاهلي. روان اشرف عفوا روان اشرف روان في ال 1 ان 1 سلم لمريم صلاح على الاوبن شوت 3 بوينت لكن لا تنجح في التسجيل، تطلع الكره اوتسايد لصالح نادي الاهلي. قلب النادي الاهلي مان تو مان، خرجت مريم صلاح رقم دبل زيرو ونزلت مكانها انجي عصام رقم 21. تغييرات يجريها كوتش كريم فتحي، لم يجري كوتش طارق خيري اي تغييرات. وادي باصه كده لكن ترن اوفر يتحسب على النادي الاهلي. روان اشرف في 3 بوينت لكن لا تنجح في التسجيل. تمرة نادر ديفنسيف ريباوند، وادي هنا في صافره من الكابتن منى علي. اعتقد في توقف حصل نشوف دلوقتي ايه، لكن خلينا في الملعب. 12-7 لصالح النادي الاهلي، يتبقى 3 دقائق او اقل من 4 دقائق. تمارا نادر، رضوى محمد، فاتو بتستلم تحت الباسكت تلف وتروح وترتكز وتنجح في تسجيل 3 نقطتين لصالح النادي الاهلي. فاتو بيجاني مواليد 96 193 سنتي، لعبت في اسبانيا ولعبت في الـ WNBA قبل كده. قلب النادي الاهلي زون ديفنس. روان تعمل التيرن اوفر وادي الفاست بريك السريع للنادي الاهلي عن طريق سوكا واسيست من رضوى ينجح في تسجيل نقطتين كمان لصالح النادي الاهلي عن طريق سوريا سوكا. تبدا فاطمه خضراوي بدايه الهجمه،
وادي درايف للنادي الاولمبي تنجح على طول السكند شوت عند فاطمه مجاهد، لكن بتعترضها بفاول وخطا شخصي على فاتو ديجاني. الشوتس لصالح فاطمه مجاهد. كوتش كريم اجرى تغيير، هنشوف مين اللي نزل ارض الملعب. فري ثرو اول من فاطمه مجاهد غير ناجح، والفري ثرو الثاني او رمي الحره الثانيه غير ناجحه. تلم على طول رضوى محمد، تبدا الهجمه رضوى. رضوى لسه معاها الكوره، حاول في الاول زاوية هتروح وتخلص زي ميرال، نجحت فعلا انها تخلص زي ميرال، وتو بوينت جديده لصالح النادي الاهلي. روان اشرف، روان لسه الاهلي زون ديفنس. روان تقلب السكيب باس على طول، والدرايف هنا من فاطمه مجاهد، تسلم لروان على الاوبن شوت 3 بوينت لا تنجح في التسجيل. فاتو ديفنسيف ريباوند وتسلم لسوكا، سوكا بتهدى بملعبها. سوريا قلب نادي الاولمبي زون ديفنس 2 3 دفاع المنطقه. وادي الباصات السريعه تنتهي عند تماره، تماره تقلب على طول لميرال اشرف، ميرال تبص لفاتو، فاتو تسلم لرضوى، رضوى في الاوبن شوت 3 بوينت لكن لا تنجح في التسجيل. تلم على طول اللعيبه انجي عصام اللي لسه نازل حالا، وتسلم لفاطمه مجاهد او منى وليد عفوا. وادي باص سريع كده لكن اتخطف في الاخير، وتسترده على طول اللعيبه روان اشرف. روان في ال1 ان 1، روان تتخطف منها الكره لكن كابتن وليد عوض يحتسب خطا شخصي وفاول على ثريا محمد. 18 7 لصالح النادي الاهلي. زي ما قلت لحضراتكم، اولى مباراه هذا الموسم في دوري المرتبط لموسم 23 24. روان اشرف تسلم على طول لانجي عصام، انجي تقف في الميديم شوت شاطت لكن لا تنجح في التسجيل. فاتو على طول تسلم لرضوى، رضوى في الفص بريك لثريا، ثريا تهوش وتروح وتوصل لا تنجح في التسجيل. تلم على طول انجي عصام، طلع الباص سريع كده والجيف اند جو عند روان اشرف. روان في الكيك اوت، وكيك اوت مره ثانيه لمنى وليد، تقف عند روان وتشوت في الاوبن شوت تنجح في تسجيل ثلاث نقاط لصالح نادي الاولمبي، عشان تضايق الفارق الى ثمان نقاط لصالح النادي الاهلي. ثلاث نقاط عن طريق روان اشرف، ثمان نقاط لصالح النادي الاهلي. زون ديفنس ما زال نادي الاولمبي. تمرة نادر لثريا في الاوبن شوت وعايزه ترد لكنها تنجح في التسجيل. تلم على طول لاعبات نادي الاولمبي، وصراع على الكره كده والحيازه التبادليه لصالح نادي الاولمبي. منى وليد وران وميرال اشرف هم اللي عملوا صراع على الكره. منى وليد بوينت جارد نادي الاولمبي، سلم لرفايده، رفايده تحاول تلعب واحد على واحد لكن تعمل السيل على طول من ثريا، ثريا في ال1 ان 1، ثريا في ال1 في الاول زاوية عفوا تنجح في تسجيل نقطتين كمان لصالح النادي الاهلي، تعلي الفارق الى 10 نقاط لصالح النادي الاهلي في الدقائق الاخيره او الثواني الاخيره في عمر واحداث الكوارتر الاول. فاتو تعمل السيل، تسلم ليه تمارا، تمارا السكيب باس على طول او لونج باس على طول لثريا تنجح في تسجيل نقطتين كمان، توسع الفارق الى 12 نقطه بعد السيل كان حاضر من فاتو. وادي الفص بريك، تقدر تقول الفص بريك في الكوارتر ده الرابع للنادي الاهلي. درايف طلع روان اشرف، جرب حظها المره الثانيه وتشوط لكن لا تنجح في التسجيل. تمارا نادر تسيب الكوره واوت سايد لصالح نادي الاهلي. اوت سايد اهلاوي، رضوى محمد، رضوى لثريا زون ديفنس عفوا مان تو مان. ميرال اشرف سكيب باس على طول لثريا، ثريا تسلم لفاتو، فاتو لكن هنا في الاخير كان صافره انتهاء احداث الكوارتر الاول اسرع من تنتهي احداث الكوارتر الاول 22 10 لصالح النادي الاهلي. اعزائي المشاهدين، دقيقتين هي زمن الراحه المقرره ما بين احداث الكوارتر الاول والثاني، نعود اليكم سريعا فلا تذهبوا بعيدا. رجعنا تاني اعزائي المشاهدين لبدايه احداث الكوارتر الثاني في اولى مباريات دوري المرتبط لهذا الموسم
ما بين النادي الاهلي ونادي الاولمبيا الوافد الجديد من محافظة اسكندرية عروس البحر الابيض المتوسط. انتهت احداث الكوارتر الاول 22-10 لصالح النادي الاهلي. بدأ النادي الاهلي في بداية احداث الكوارتر الاول عن طريق رضوى محمد وسوريا وتمارا نادر وميرال اشرف وفاتو ديجاني. ده الخماسي رضوى وتمارا وسوريا وفريدة وفاتو، ده الخماسي اللي بدأ به النادي الاهلي. ان شاء الله الدورة المجمعة الأولى لبداية الدور التمهيدي، الأهلي بيقع في المجموعة الأولى مع مصر التأمين والطيران والأولمبي. إن شاء الله الأهلي والأولمبي النهاردة. فاز النادي الأهلي في دور المرتبط تحت 18 سنة بنتيجة 73-23، والمباراة الثانية كانت التأمين والطيران تحت 18 سنة أيضا فاز التأمين على الطيران 61-39. بعد هذه المباراة تقام التأمين والطيران في مرحلة الدرجة الأولى. إن شاء الله غدا الأولمبي والتأمين والطيران والأهلي الساعة 8 إن شاء الله، ده الفريق الكبير، والفريق المرتبط هيبقى الساعة 4، ويوم السبت إن شاء الله الأهلي ومصر التأمين الساعة 4 المرتبط، والساعة 8 الأهلي فريق الدرجة الأولى. على بركة الله بداية أحداث الكوارتر الثاني. الستارت لاين أب للنادي الأهلي: ندى نافع، حبيبة بيكو، دينا عمرو، وفريدة وائل ونهى شتا. ده الخماسي اللي بدأ بيه كوتش طارق خيري. مازال نادي الأولمبي طريقة الدفاع زون ديفنس، وأولى الثلاثيات عن طريق الكابيتانو دينا عمرو تنجح في تعديل النتيجة إلى 25-10 وتوسيع الفارق إلى 15 نقطة. فاطمة مجاهد سلم على طول لمنة وليد لروان أشرف، درايف على طول والكيك اوت، لكن حبيبه بيكو حاضرة على طول في الستيل، طلع اللونج باص على طول في الفاست بريك، وخمس نقاط تسجلهم دينا عمرو في بدايه احداث الكوارتر الثاني. خمس نقاط لدينا عمرو تعدل بها النتيجه الى 17 نقطه والفارق 27-10. كوتش طارق خيري ورحله الدفاع عن اللقب لدوري المرتبط باذن الله. دوري الموسم الماضي او الموسم الماضي للكوتش طارق خيري كان دوري اللا هزيمه. وادي السكرين روان، لكن ال 24 ثانيه كانت هي الاسرع والبازر تايم، تقول الكره على طول في حيازه نادي الاهلي. حبيبة بيكو تبدأ الهجمة، مان تو مان قلب نادي الأولمبي. حبيبة تاخد السكرين من ندى، تسلم لنهى شتا، سكيب باس على طول لحبيبة بيكو في الأوبن شوت، تنجح في تسجيل ثلاثية جديدة لصالح النادي الأهلي. حبيبة بيكو فاطمة مجاهد تعمل السكيب باس على طول وتسلم، وادي بلوك من ندى نافع، لكن الاهلي لا يمتلك الريباوند، على طول تاخد انجع صمت الكوره في السكند شوت رقم 21 لقدامنا، تنجح في تسجيل نقطتين لصالح نادي الاولمبي. سبين رائع وموف رائع وهوك، تنجح في تسجيل نقطتين. نقطه شتا حاول تلعب واحد على واحد توصل فعلا، لكن لا ترجع في التسجيل، تلم على طول لاعبات نادي الاولمبي عن طريق فاطمه مجاهد. فاطمه مجاهد عامله دورها تحت الباسكت، تنجح في السكند شوت ويتلم على طول والاوتسايد لصالح نادي الاولمبي. تخرج روان اشرف وتنزل مريم صلاح رقم 11 المره الثانيه في النزول. انجع صائم او عفوا منى وليد لمريم صلاح، وادي بلوك رائع من ندى تنجح في انها تاخد الكره اوتسايد لصالح نادي الاولمبي. 13 سنه متبقيه على 24. فاطمه مجاهد في الوان اون وان، فاطمه معها نوع شتا تطلع كيك اوت على طول وتروح وتسلم، لكن لا تنجح في التسجيل. انجع عفوا تنجح في التسجيل، انجع صام نقطتين كمان لصالح نادي الاولمبي. ادي الهوك من بعيد، تنجح في التسجيل، تستخدم اللوحه وتنجح في تسجيل نقطتين. نوع شتا قطعها ندى نافع حلوه قوي، لكن لا تنجح في التسجيل، تلم على طول انجع صام، انجي تقف مستنيه اللي قاطع، سلمت على طول
لفاطمه مجاهد، فاطمه لشيرين عبد الستار كابتن الفريق. منى وليد لشيرين اللي بتشوط 3 بوينت لا تنجح في التسجيل، على طول تلم نهى شقده، سلم لحبيبه بيكو، بيكو لسه بيكو، سلمت لنهى، نهى لفريده وائل، فريده تقلب ليه دينا عمرو، دينا عمرو تنزل ندى نافع، بتلعب في الون وان والباك ليب لكن لا تنجح في التسجيل. نهى شقده بتحاول معاها مره ثانيه ومره ثالثه وبتوصل، لكن المره دي كابتن منى علي تحتسب لها خطا شخصي وفاول بتو شوتس ورميتين حرتين للصالح نهى الشتا. فاول على منى وليد رقم 22 والتو شوتس لصالح نهى الشتا. فري ثرو اول لنهى الشتا. تنجح في التسجيل. الفري ثرو الثاني او الرميه الحره الثانيه لنهى الشتا. تنجح ايضا في التسجيل. توسع الفارق الى 32 14 للصالح النادي الاهلي. هل في تايم اوت ولا تكنيكال فاول؟ نشوف. كابتن وليد عوض بيطالب المشاهدين انهم يبتعدوا عن الملعب حفاظا عليهم وعلى اللاعبات من الاصابه. كوتش كريم فتحي والكوتش طارق خيري. كابتن كريم فتحي هو من تأهل بفريق الأولمبي الموسم الماضي بعد منافسة شرسة جدا أمام نادي التوفيقية، كان بينافسه أيضا نادي وادي دجلة والصعود إلى الممتاز ألف. الكوتش طارق خيري. مريم صلاح حاول تلعب واحد على واحد وتسلم على طول لفاطمة مجاهد اللي بتشوط 3 بوينت لكن لا تنجح في التسجيل. مرة ثانية مريم صلاح بتشوط لكن أيضا المرة دي لا تنجح في التسجيل. صراع على الكرة ينتهى عند مين؟ لا والله ما انتهاش، انتهى عند الاولمبي اللي بتحاول تاخد الكره كده لكن ما بتنجحش في التسجيل، وهنا فاول وخطا شخصي. فاطمه مجاهد تقدر تحصل عليه رقم 2 من نهى شتا والاوتسايد لصالح نادي الاولمبي. اوتسايد للاولمبي 32 14 انتصاف احداث الكوارتر الثاني. ضغط النادي الاهلي. فاطمه مجاهد في السكيب باس لكن ما بتلحقهاش وبتطلع اوتسايد. مريم صلاح ما بتلحقهاش وبتطلع اوتسايد لصالح نادي الاهلي. حبيبه بيكو تبدا الهجمه الاهلي والاهلاويه في السيت بلاي. حبيبه بيكو. فريده وائل تحت الباسكت اطالعه حلوه قوي ونوى شتا تسلم لندى لكن ندى لا تنجح في الاخير، على طول تستلم مريم صلاح. مريم اتقطع منها الكوره على طول الستيل من عند دينا عمرو والباسكت ايضا في الفاست بريك من عند دينا عمرو بعد اسيست من حبيبه بيكو ترجع على طول وتزود الفارق الى 34 14 فارق ال 20 نقطه لصالح النادي الاهلي. مريم صلاح سكرين في بيك اند رول حلوه قوي مع فاطمه مجاهد بالسيمي هوك لكن لا تنجح في التسجيل. صراع على الكره لسه الكرة عند مين؟ توصل في الأخير لنادي الأولمبي لكن تطلع أوتسايد لصالح النادي الأهلي. شيرين عبد الستار تحاول تلحق الكرة لكن ما لحقتهاش. كوتش طارق خير يجري تغيير بخروج ندى نافع ونزول جايدة خالد. ندى نافع أصيبت في مباراة الأهلي والطيران وعادت الحمد لله، كانت كدمة قوية شوية ورجعت الحمد لله إلى الملعب مرة ثانية. جايدة تقف وتروح بشمالها بالهوك تنجح في تسجيل اولى النقاط باولى اللمسات بعد نزولها في بدايه احداث او منتصف احداث الكوارتر الثاني. شيرين عبد الستار تسلم على طول لاشرقت، اشرقت لمايا، مايا في 3 بوينت لكن لا تنجح في التسجيل، تسيبها وتحجز عليها دينا عمرو وبتطلع اوتسايد لصالح النادي الاهلي. حبيبه بيكو تبدا الهجمه. سلم لدينا عمرو، دينا لفريده وائل، تمريرات سريعه نفس اللعبه لكن المره دي جايده كان لها راي مختلف وطلعت السكيب باص لبيكو، بيكو اتشاطت على 3 بوينت لمت على طول سكند شانس عن طريق فريده وائل. صراع على الكره ينتهي لاوتسايد لصالح نادي الاولمبي.
مايا عوده مايا مره تانية، لكن هنا بيتهيألي في كابتن وليد صفر كده هنشوف. اعتقد هل تغيير ولا حاجه، ده اللي هنشوفه دلوقتي، لكن النتيجه دلوقتي اصبحت 36 14 لصالح النادي الاهلي. طبعا فريق الكوتش، خلينا مع المباراه في اول توقف واقول لكم على بعض الاخبار. لكن مايا تبدا الهجمه، سلم على طول لملك صلاح، ملك لاشرقت، اشرقت من تمن النادي الاهلي. مايا مره ثانيه تاخد سكرين من اشرقت في البيك اند رول، لكن وقفتها على طول دينا عمرو. مريم صلاح سلم للقطع على طول وما تنجحش في التسجيل عن طريق رفايده، سلم النادي الاهلي الكوره فريده وائل في ال 1 اون 1 لكن لا تنجح في التسجيل، تسلم الكره على طول وتروح مريم صلاح واحد على واحد في الاول زاويه توصل لكن لا تنجح في التسجيل. جاهده على طول سكند ديفنسيف ريباوند وتطلع اللونج باص لنوع شتا، ونوع شتا بمنتهى السلاسه والهدوء تنجح في تسجيل نقطتين كمان والتو بوينت جديده لصالح النادي الاهلي. مايا حسني دي مساعده ايضا من ال 20 سنه، سلم لملك صلاح، ملك لمايا سكرين من اشرقت لملك صلاح، ملك لمريم صلاح لسه، والباك دور واللعبه اللي بيتقنها نادي الاولمبي من اول الجيم تنجح في تسجيل نقطتين عن طريق مريم صلاح، وابتداء الفارق الى 38 16 مان تو مان نادي الاولمبي. دفاع الرجل لرجل هندوف على طول مع بيكو، بيكو لها طريق فاضي وسط ليت لاب ايزي لاب تنجح في تسجيل نقطتين وباسكت سهل لصالح النادي الاهلي. مايا لملك صلاح، هاندوف مع مريم صلاح لمايا، تاني هاندوف سكرين هنا مستنيه اللي لكن طلعت المره دي للي فاضي اللي بتشوت 3 بوينت لكن لا تنجح في التسجيل. الكابيتانو دينا عمرو حاضر بديفنسيف ريباوند وبتخبط كده الكره في اشرقت وتطلع اوتسايد لصالح نادي الاهلي. نوع شتا شايف على التغيير، نشوف نزل مكانها مين. تبقى اقل من دقيقتين على انتهاء احداث الكوارتر الثاني. حبيبه بيكو تبدا الهجمه، نزلت يارا اسامه، فريده وائل تاخد سكرين من يارا اسامه وسكرين استجر سكرين كده او سكرين مع بعض، قطعت طايره اسامه تحت الباسكت، خد بوزيشن وقعت لسه بتعافر على الكوره طلعت، لكن المره دي في الاخير تخطف على طول لاعبات الاولمبي عن طريق رفايده. رفايده دينا عمرو توقف الفاست بريك، رفايده تاخد السكرين تطلع السكيب باس مره ثانيه لمريم صلاح، مريم مستنيه السكرين لكن سلمت اشرقت، اشرقت تسلم لرفايده، رفايده مستنيه السكرين، خد السكرين فعلا وعلى 3 بوينت لا تنجح في التسجيل، تلم على طول بفدايه جديده في الديفنسيف ريباوند فريده وائل، فريده طلع الباص لكن تتقري منها كده واوت سايد ولا فاول، ده اللي هنشوفه. سلامات بس للاعبتنا لي جايده خالد ومريم صلاح، والفاول على الفاول على جايده خالد طبقا لاشاره كابتن منى، والاوتسايد لصالح نادي الاولمبي. خرجت مريم صلاح، نزلت مكانها روان اشرف رقم 5. مايا تبدا الهجمه، سلم للملك صلاح لروان اشرف، لسه الكره مع روان، سلم لمايا، مايا تاخد السكرين تعدي من الميدل تقف بالفيد اواي تشوت تنجح في تسجيل نقطتين لصالح نادي الاولمبي. حبيبه بيكو تمشي الهجمه، حبيبه دقيقه ونص على انتهاء احداث الكوارتر الثاني. جايده خالد، جايده في الدرايف واحد على واحد توصل تنجح في تسجيل 2 بوينت جديده بشمالها تنجح في التسجيل، نطمنوا عليها كده. سلامات لجايده لكن اللعبة حلوة، وصلت استغلت طول زراعها وتنجح في تسجيل نقطتين واند وان لصالح جايدة خالد. جايدة خالد والاند وان او الرمية الحرة الاضافية لا تنجح في التسجيل، يلم على طول مايا من نادي الاولمبي، تسلم للملك صلاح، هندوف مع روان، روان لقت الطريق فاضي وصلت بشمالها لكن لا تنجح في التسجيل، تلم على طول
دينا عمرو تطلع اللونج باص لفريدة وائل، لكن فريدة ما تلحقهاش والاوتسايد لصالح نادي الاولمبي. تلعب على طول مايا وتسلم لملك صلاح. ملك ليه اشرقت مرة تانية ليه روان تقف بالميديم شوت، عدت نجحت سجلت نقطتين لصالح نادي الاولمبي. تبدا حبيبي بيكو على طول، استغلال السرعه هنا لابد منه. عدت روان اشرف وتنجح في التسجيل. سكيب باس لفريده وائل، فريده تجرب حظها في الاوبن شوت تنجح في تسجيل ثلاث نقاط لصالح النادي الاهلي، تعلي الفارق الى 45-20 لصالح النادي الاهلي. 25 نقطه هو الفارق لصالح ملكات كرة السلة بالنادي الاهلي. روان لكن التيرن اوفر على طول، تقطع والسيل حاضر عند دينا عمرو. دينا تحط جسمها كويس قوي وتنجح في تسجيل نقطتين عن طريق الفاست بريك لدينا عمرو. تحاول معاه مرة تانية بالستيل دينا عمرو، لكن الهجمة توصل للأولمبي. روان روان في درايف، روان بس حلوة قوي وشاطت لكن لا تنجح في التسجيل عشان تأتي معها صفرة انتهاء أحداث الكوارتر الثاني بنتيجة وتقدم النادي الأهلي 47-20. أعزائي المشاهدين، استراحة ما بين أحداث الكوارتر الثاني والثالث، على أن نلقاكم إن شاء الله في بداية أحداث الكوارتر الثاني. أفكر حضراتكم بالنتائج، الكوارتر الأول 22-10 الأهلي، 47-20 النادي الأهلي تقدمه بفارق 27 نقطة. استراحة قليلة، لا تذهبوا بعيدا، سنعود إليكم بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة مشاهدي ومتابعي ومحبي كرة السلة في كل مكان، معلقكم الرياضي أحمد مناع يحييكم، وعودة مرة تانية لأحداث أولى المباريات في موسم 23-24 دوري المرتبط. بطل الدوري هذا الموسم أو الموسم الماضي هو الأهلي، يبدأ حملة اللقب، حملة الدفاع عن اللقب لموسم 23-24 وأولى المباريات أمام الوفد الجديد من الممتاز به الأولمبي. تذكرة سريعة لأحداث الكوارتر الأول للي ما كانش معانا. تفوق النادي الاهلي في احداث الكوارتر الاول ب 22-10 ثم تاكيد التفوق ب 47-20 لصالح النادي الاهلي. تشكيل الفريقين النهارده، الجهاز الفني لنادي الاولمبيا الكوتش كريم فتحي ومساعده كابتن محمود حسن، والفريق هو ملك صلاح دبل زيرو، شيرين عبد الستار رقم 10، رناد محمود رقم 14، منى وليد 22، فاطمه مجاهد رقم 2، رفيده تامر 7، مريم صلاح، ملك نعمان رقم 5، انجي عصام، اشرقت شباسي، فاطمه خضراوي، ومايا حسني. اما النادي الاهلي الكوتش القاده الفنيه للكوتش طارق خيري ومساعداه كابتن علياء وكابتن كريم، رضوى محمد، حبيبه بيكو، جايدة خالد، سوريا، تمارا نادر، يارا اسامه، دينا عمرو، ندى نافع، نهى الشتا، فريده وائل، ميرال اشرف، والمحترفه السنغاليه فاتو ديجاني. طبعا يغيب النهارده عن فريق النادي الاهلي رنيم جداوي بالاجهاد، دي ملك نعمان. انا يمكن في الكوارتر الاول والثاني تم تصحيح، بس كنت بقول روان اشرف، لكن هي ملك نعمان واحده من نجمات الموسم الماضي. وادي اولى الاختراقات تنتهي عند فاطمه مجاهد اللي شاطت لكن لا تنجح في التسجيل، تلم على طول ديفنسيف ريباوند حاضر عند رضوى محمد. هقول لحضراتكم الستارت لاين اب لكل فريق، رضوى محمد معها يا راسامه وميرال اشرف، جايده خالد، وادي السكرين، وادي السكيب باس، وادي 3 بوينت لكن لا تنجح في التسجيل. لما على طول رفيده تامر تخبط في ايديها كده، ده فاول على رسامه واوتسايد لصالح نادي الاولمبي. اولى الاخطاء الشخصيه على يارا اسامه. فاطمه خضراوي مان تو مان النادي الاهلي، تاخد السكرين على طول من فاطمه مجاهد. فاطمه لسه معاها الكوره، تسلم لانجي عصام، هاند اوف مع ملك نعمان، ملك لسه الكرة مع ملك لفاطمة خضراوي، تاخد سكرين مرة تانية وسكرين مرة تالتة، تشوط قبل ال 24 ثانية لا تنجح في التسجيل. سوكا على طول ديفنسيف ريباوند حاضر عندها وتبدأ الهجمة في السيت بلاي على طول. سوكا تقلب الملعب لرضوى محمد، رضوى طلب سكرين من جايدة، جايدة راحت عكس السكرين، طلعت السكيب باس في الكيك اوت على طول 3 بوينت عند سرايا لكن لا تنجح في التسجيل. تلم على طول انجي عصام، انجي انجي لسه الكرة مع انجي، سلم لي فاطمة مجاهد، فاطمة خضراوي لانجي مرة تانية، انجي لسه الكرة معاها، الهاند اوف مع فاطمة مجاهد، فاطمة تحاول تاخد الكرة كده بالكروس اوفر لكن تتقطع على طول والستيل عند
النادي الاهلي. ميرال اشرف توصل بالفاست بريك لا تنجح في التسجيل، تقلب على طول الملعب عند سرايا، سرايا في الاوبن شوت 3 بوينت، سوكا تنجح في تسجيل 3 نقاط جديده تفتتح بهم اولى نقاط احداث الكوارتر الثالث. سوكا واعاده 3 بوينت. فاطمه مجاهد تسلم لملك نعمان، ملك تروح، ملك توصل، ملك لا تنجح، ملك يا رب اسامه على طول ديفنسيف ريباوند وتسلم لمرال اشرف، مرال لرضوى، رضوى مستنيه اللي قطع، سلمت لي ميرال اشرف، ميرال عايزه ترد على سوكا على طول ولكن لا تنجح في التسجيل، تخبط الكره كده وتطلع اوتسايد لصالح نادي الاولمبي. اذكر حضراتكم الاولمبي تاهل ثانيا، حل ثانيا بعد التوفيق في الممتاز به، وكان ثالثا هو نادي وادي دجله. اقول لحضراتكم على المجموعات النهارده في اقرب طاقم. السيت بلاي مع ملك نعمان لنادي الاولمبي، ملك في الدرايف توصل لكن لا تنجح في التسجيل وتاخذ مع فاول وخطا شخصي على ميرال اشرف لعيبه النادي الاهلي. كابتن منى علي واحتسبها الخطا على ميرال اشرف بتو شوتس ورميتين حرتين لصالح نادي او ملك نعمان من نادي الاولمبي. الفري ثرو الاول لملك نعمان تنجح في التسجيل. فري ثرو ثاني لملك تنجح ايضا في التسجيل. تغيير في صفوف نادي الاولمبي، هتخرج فاطمه مجاهد رقم اثنين، هقول لحضراتكم مين اللي نازل دلوقتي. رضوى محمد هتبدا الهجمه للنادي الاهلي. رضوى سلم لميرال اشرف اللي يرى اسامه، يرى تلعب واحد على واحد في الباك بيفوت، تسلم لجايده خالد، سلمت لرضوى محمد بعد سكرين داون كده، يرى اسامه في ال1 اون 1 وترتكز وتقطع لها لكن هنا في الاخير فاول وخطا شخصي اعتقد على يارا اسامه. اوتسايد لصالح نادي الاولمبي. فاطمه خضراوي تسلم على طول لانجي عصام، انجي والهاند اوف مع ملك نعمان، ملك على 3 بوينت في الاوبن شوت، ملك نعمان تنجح في تسجيل 3 نقاط، ملك نعمان مصعده من فريق ال 20 سنه للنادي الاولمبي من الموسم الماضي. واحده من لاعبات نادي الاولمبي اللي كان ليها شأن كبير داخل الملعب وصعود نادي الاولمبي كانت من ضمن اسباب. ملك نعمان فلسطين مره ثانيه تقطع على طول لكن في الاخير فاول وخطا شخصي على رضوى محمد لصالح فاطمه خضراوي اللي قدام حضراتكم على الشاشه بتو شوتس لصالح فاطمه خضراوي. فري ثرو اول لفاطمه لا تنجح في التسجيل، والفري ثرو الثاني لفاطمه خضراوي تنجح في التسجيل. يارا اسامه وجايده خالد تنزل مكانهم فاتو وندى نافع. هجمه جديده للنادي الاهلي عن طريق رضوى محمد مان تو مان نادي الاولمبي. تمارا نادر تمارا نادر مش ندى نافع، تمارا هاند اوف مره ثانيه مع ميرال اشرف، فاتو تحاول تاخد البوزيشن، سلم لسوكا في السكيب باس تاخد السكرين من فاتو، فاتو وادي سوريا في الباك بيفو تعلي الكوره كده لكن في الاخير تتقطع عن طريق ملك نعمان وتستلم الكوره رفايده، رفايده لسه معاها الكوره في ال1 1 معاها تمارا نادر، جيف اند جو لا والله ارتكزت راحت طلعت السكيب باس لرفايده على التو بوينت لكن لا تنجح في التسجيل. تلم على طول ميرال اشرف، ميرال في ال1 اند 1 في الاول ذا واي، راحت ميرال للمره الثانيه نجحت ميرال، سجلت ميرال في الاول ذا واي للمره الثانيه، مره في الكوارتر الاول ومره في الكوارتر الثالث تنجح ميرال في تسجيل نقطتين كمان لصالح النادي الاهلي عشان تصبح النتيجه 26 اولمبي 52 الاهلي. فاطمه خضراوي تقف في الميديم شوت شاطت لا تنجح في التسجيل، البرج العالي على طول فاتو تنجح في الديفنسيف ريباوند، سوريا اطعلها ميرال وادي تمارا نادر باسكت بمنتهى السلاسه، ماسكت بمنتهى الشياكه عند تمارا نادر تنجح في تسجيل 2 بوينت جديده لصالح النادي الاهلي. الاسيست عن طريق ميرال اشرف. زون ديفنس الاهلي او عفوا مان تو مان
قطعها حلوة قوي، طلع في السكيب باس على طول 3 بوينت تنجح في تسجيلها اللاعبة رقم 7 رفيدة تامر، 3 نقاط كمان لصالح نادي الأولمبي. وادي ستيل من ملك نعمان، تيرن اوفر على النادي الاهلي، فاطمه خضراوي تطلع، وادي 3 بوينت مره ثانيه من رفيده، لكن الاوتسايد في الاخير لصالح النادي الاهلي. شايف ملك نعمان هتغير، وايضا فاطمه خضراوي نزلت مكانهم مريم صلاح، هنشوف مين التغيير الثاني. انتظار تكملة احداث الكوارتر الثالث، ملك نعمان رقم 5 زي ما حضراتكم شايفين، مايا حسني رقم 77، دول مصعدات من 20 سنة ومعاهم فاطمة مجاهد وريناد محمود وملك صلاح. خماسي يستعين به الكوتش كريم في التصعيد لفريق الدرجة الأولى. نرجع لأحداث المباراة، رضوى محمد لمايا لميرال أشرف، فاتو في انتظار السكرين، فاتو عملت سكرين نزلت طلعت السكيب باس، فاتوا تحت الباسكت تلف وترتكز وتروح وتنجح في تسجيل النقاط الاولى لها في احداث الكوارتر الثالث. فاتوا دي جاني متر 93 مواليد 10/1/1996. مريم صلاح هاند اوف وتستلم على طول انجي وتسلم لمريم صلاح على 3 بوينت لا تنجح في التسجيل. سوريا تبدا الهجمه، سوريا بتبص على فاتو، علقت لفاتو، وصلت فاتو لكن لا تنجح في التسجيل الاولى، تنجح في التسجيل الثانيه وتاخد معها الفاول والاند وان لصالح فاتو دي جاني. اول مشاركات الرسميه لفاتو لاعبه السنغال. لعبت زي ما قلت لحضراتكم في اسبانيا، ولعبت ايضا في دوري الدبليو الان بي اي للسيدات في امريكا. لتنجح في تسجيل فري ثرو الاند وان. سلم على طول ملك صلاح. وادي هنا منى وليد سلم لاشرقت، اشرقت في الميديم شوت لا تنجح في التسجيل على طول. ميرال اشرف تطلع لسوريا، سوريا في الوان ان وان، سوريا تسلم لفاتو، فاتو توصل لكن مخالفه المشي بالكره على فاتو والاوتسايد وترن اوفر على النادي الاهلي. اوتسايد لصالح الاولمبي. ملك صلاح من تبان النادي الاهلي، مريم صلاح لسه مريم معاها تمارا نادر، سلم لملك تحت الباسكت تهوش تروح بالهوك لكن تنجح في التسجيل، فاتو ديفنسيف ريباوند وتسلم لتمارا، تمارا تسلم لميرال، ميرال قطع لها تمارا لكن طلعت السوكا في السكيب باس 3 بوينت سوكا، ولا اروع ولا اجمل، 3 نقاط جديده تضيفهم سوكا لصالح النادي الاهلي. 29 الاولمبي 58 او 61 عفوا الاهلي، متوقع اقل من 3 دقائق على انتهاء احداث الكوارتر الثالث. اشرقت لشيرين عبد الستار لملك صلاح مره ثانيه، ملك دفاع قوي من النادي الاهلي توصل على طول لاشرقت وبتسلم لملك عبد الستار اللي بتنجح بشيرين عبد الستار عفوا تنجح في الميديا بشوط انها تسجل نقطتين لصالح النادي الاهلي، يرتفع الفارق دي الفارق الى 30 نقطه. سوريا في الاول زاويه لوحدها تطلع لمرال، مرال في البيز لاين اوبن شوت بيرال لكن لا تنجح في التسجيل، تخبط في ايد فاتو وبتطلع اوتسايد لصالح نادي الاولمبي. هجمة النادي الاولمبي عن طريق ملك صلاح، هاند اوف مع مريم صلاح، سلم على طول مريم مرة ثانية معاها الكرة تاخد السكرين من اشرقت، هاند اوف مع شيرين عبد الستار الواحد على واحد تحاول تلعب كده والباك بيفوت لكن الستيل اللي كان عنده تمارا، سلم على طول لميرال اشرف، ميرال لسوريا، سوريا تجرب حظها للمرة الرابعة 3 بوينت لكن المرة دي اير بول. نزلت ندى مكان نزلت ندى مكان تمارا، وادي شيرين عبد الستار
دبل تيم على النادي الاهلي، تخبط كده لكن توصل في الاخير لمنى وليد. مريم صلاح، مريم لسه الكره معاها، تاخدها مره تانية، الكره تخدمها كده توصل وتروح على الباسكت لكن لا تنجح في التسجيل. ديفنسيف باوند حاضر على طول عند السوكا. سوريا لسه سوريا معاها الكره، سلم لفاتو، فاتو في الون ان وان لكن قررت الميديم شوت لكن ما بتنجحش في التسجيل. تلم على طول اشرقة شباسي لاعبه نادي الاولمبي. اشرقة لملك صلاح، هاند اوف مع شيرين عبد الستار. شيرين عايزه تعدي تروح ناحيه الشمال، تلف وترتكز تطلع لاشرقة. مريم صلاح لملك صلاح على الثري بوينت لكن لا تنجح في التسجيل. تمارا نادر، عفوا انا قلت تمارا نادر، خرجت لكن سلمت في الاخير لندى نافع. ندى لكن لا تنجح في التسجيل، ركليات كده لا تنجح في التسجيل في الفاست بريك الثواني الاخيره في عمره احداث الكوارتر الثاني. شيرين عبد الستار تحاول تراي على الباسكت لكن ما بتجيش، لما على طول تمارا نادر تسلم لميرال اشرف. عفوا سوكا تقطع في الاخير. مريم صلاح والاوتسايد لصالح نادي الاهلي. خرجت شيرين عبد الستار لاعبه الاولمبي، نزلت مكانها فاطمه مجاهد وريناد محمد لاعبه ال 20 سنه في اول ظهور ليها، نزلت ايضا للمشاركه. زون ديفنس نادي الاولمبي. ميرال اشرف سلم لفاتو، فاتو تحت الباسكت، صراع على الكره، جامبول والحيازه لصالح، اعتقد لصالح النادي الاهلي، النادي الاهلي فعلا. ميرال اشرف، ميرال في الدرايف تسلم لسوكا، سوكا شوت قبل ال 24 ثانيه لا تنجح في التسجيل، يلم على طول النادي الاولمبي وتسلم على طول لمنى وليد. منى وليد لسه منى طلع لكن في الاخير الستيل حاضر عند سوريا والخطا شخصي. هنشوف على مين خطا، على نادي الاولمبي بالتحديد على مريم صلاح اللي قدام حضراتكم رقم 11. اوتسايد لصالح النادي الاهلي. السوكه تبدا الهجمه في الثواني الاخيره، تسلم لميرال، ميرال تقف وتهوش والفيك وتشوت وما تنجحش في التسجيل عشان تنتهي من احداث الكوارتر الثالث بتقدم الاهلي وتفوقه 61-31. اعزائي المشاهدين استراحه قليله ما بين احداث الكوارتر الثالث والرابع وننتقل للفصل الاخير، فلا تذهبوا بعيدا. رجعنا تاني اعزائي المشاهدين وبدايه احداث الفصل الاخير في بدايه دوري المرتبط لهذا الموسم 2023-2024، مباراه الاهلي والاولمبي وتقدم الاهلي بفارق 30 نقطه 61-31. ستارت لاين اب للنادي الاهلي، حبيبه بيكو، دينا عمرو، فريده وائل، شوف مين الرابع والخامس. والستارت لاين اب لنادي الاولمبي، مايا حسني، ملك نعمان اللي معاه الكوره، وفاطمه مجاهد رقم اثنين، وملك صلاح، وهنشوف في الاخير مين. فاتو مستمره في الملعب، زون ديفنس النادي الاهلي، ملك نعمان تقلب لمايا، مايا في البيز لاين سلم على طول لمريم للاعيبه رقم 14 رناد اللي بتشوط لكن لا تنجح في التسجيل، تطلع لها الكوره مره ثانيه تحاول تعمل الدرايف توصل تسلم لملك نعمان على الاوبن شوت 3 بوينت ملك لكن لا تنجح في التسجيل. على طول فريده وائل تنجح في الديفنسيف ريباوند. فريده
تقف وتسلم ليه؟ ندى نافع لحبيبة بيكو، دينا عمرو في الاوبن شوت، دينا لكن لا تنجح في التسجيل، ملك نعمان ديفنسيف ريباوند عندها من نادي الاولمبي. سلم لريناد، ريناد تقلب الملعب للملك صلاح، مايا في الاوبن شوت طلع لها فاتو لكن شاطت لكن لا تنجح في التسجيل، حاول زق الكره كده، فريده وائل تلم ريناد في السكند شوت. ملك ملك صلاح لمايا، مايا في الدرايف واحد على واحد والكيك اوت عند ملك نعمان، تقف وتروح بيمنها توصل لكن لا تنجح في التسجيل. فاتوا على طول ديفنسيف ريباوند من اعلى نقطه، حبيبه بيكو تبدا الهجمه في الفاست بريك، بيكو 1 ان 1 راحت في الاول زوين في الباك ليه بتنجح في تسجيل 2 بوينت جديده لصالح نادي الاهلي. اولى النقاط عن طريق حبيبه بيكو في احداث الكوارتر الرابع. ملك لمايا زون ديفنس ما زال النادي الاهلي، تقلب لملك نعمان، ملك تقف في الهندو في الميديم شوت تنجح في تسجيل نقطتين لصالح نادي الاولمبي. ملك نعمان رقم خمسة وادي الاعادة ليها، حبيبة بيكو في السيت بلاي زون ديفنس مان تو مان نادي لا زون ديفنس عفوا. ندى نافع تسلم لفاتو المفروض تقطع لها، فاتو قطعت لها فعلا باك ليه بلاي ندى نافع رائع والاسيست من فاتو تنجح في تسجيل نقطتين ندى نافع. عودة حميده بعد الاصابه امام الطيران في بطوله المنطقه كدمه كانت شديده جدا على ندى نافع، الحمد لله عادت بالف سلام. زون ديفنس النادي الاهلي، ملك نعمان سلم لرناد، رناد طلع لها على طول على الاوبن شوت لكن اير بول والفاول والخطا الشخصي على دينا عمرو بثلاث رميات حر. فاطمه مجاهد على الفري ثرو الاول لا تنجح في التسجيل 65 33 لصالح النادي الاهلي. 7 دقائق 39 ثانية على انتهاء احداث الكوارتر الرابع والمباراة. فري ثرو تاني. ثلاث رميات. فري ثرو تاني ناجح لفاطمة مجاهد. ثلاث رميات زي ما الكابتن وليد قال. وادي الفري ثرو الثالث. تنجح ايضا في التسجيل فاطمة مجاهد. ده الفرق الى 30 نقطة 65 35. حبيبة بيكو تقلب الملعب لفريدة وائل، فريدة تسلم لندى، ندى تعلق الكرة كده لفاتو لكن في الأخير تخبط في إيد فاتو وتطلع أوتسايد لصالح نادي الأهلي. مايا مايا حسني ملك صلاح لملك نعمان تخطو طاعه كده في ايد دينا عمرو بتطلع اوت سايد لصالح النادي الاولمبي. الاوت سايد للاولمبي 65 35 لصالح الاهلي والاهلاويه. يا رسامة بتسخن ملك نعمان هتطلع الاوت تقلب الملعب على طول ملك صلاح لمايا مره ثانيه زون ديفنس النادي الاهلي. ما زالت مايا معاها الكوره في الباك دور كده للناد وقفلها على طول فاتو في الاخير تعمل بلوك وتوصل لدينا عمرو، دينا تقلب الملعب على طول لندى، ندى في ال 1 ان 1 من البيز لاين تروح تطلع كيك اوت على طول لحبيبه بيكو لكن عفوا في الاخير تعترضها لاعيبه نادي الاولمبي بفاول وخطا شخصي واوت سايد لصالح النادي الاهلي. اوت سايد اهلاوي فاتو تستلم ملك نعمان تخطف منها الكرة تطلع اوت سايد لصالح الاهلي. فاتو تستلم سلم على طول لفريده وائل تهوش تقلب الملعب الناحيه الثانيه على طول فاتو تحت الباسكت حاول تستلم لكن تتخطف منها في الاخير من ملك نعمان تقلب الملعب على طول مايا مايا طلع لملك صلاح ملك نعمان رينات فاضية لكن الكرة كانت أسرع منها وأوت سايد لصالح نادي الأهلي. ها
حبيبه بيكو في السيت بلاي. تبدا الهجمه زون ديفنس ما زال نادي الاولمبي. حبيبه في الاوبن شوت لكن لما تنجح في التسجيل سكند شانس على طول حاضر عند النادي الاهلي. سلم لبيكو دينا عمرو اوبن شوت المره الثانيه شاطت لكن المره دي اير بول واوت سايد لصالح نادي الاولمبي. اخر ست دقائق من عمره احداث الكوارتر الرابع والمباراه. فكركم الاهلي في مجموعته الاولى. مجموعه الاهلي تكون من الاهلي والطيران والتامين والاولمبي. ان شاء الله غدا باذن الله الاهلي سيلاقي الاولمبي. لا عفوا الاهلي غدا هيلاقي الطيران ان شاء الله على قناه النادي الاهلي بتعليق المتميز دائما وابدا الكابتن وائل ابو العزم. وادي 3 2 بوينت جديده عن طريق مايا لنادي الاولمبي. ويوم السبت ان شاء الله هيبقى مباراه الاهلي والتامين المجموعه الاولى. سيت بلاي جديد للنادي الاهلي. ندى توصل تعلق لفاتو لكن في الاخير توصل لحبيبه بيكو. بيكو دايلي بالملعب على طول عند فريده. فريده وائل على 3 بوينت لا تنجح في التسجيل. فاتو من اعلى نقطه باطراف طويله تنجح في تسجيل سكند شانس و2 بوينت جديده لصالح النادي الاهلي. 67 38 لصالح الاهلي والاهلاويه. ملك صالح او ملك صلاح تخطف فاتو تعمل ستيل والفاست بريك عند حبيبه بيكو اللي تنجح في تسجيل 2 بوينت جديده على طول لصالح النادي الاهلي. 69 38 لصالح الاهلي ملكات الاهلي والاهلاويه. مايا سلم لملك. ملك في الدرايف 1-1 تباصي الكوره على طول لكن لا تنجح في التسجيل. لاعيبه نادي فاطمه مجاهد لاعيبه نادي الاولمبي. وادي الفاست بريك ينتهي عند فريده وائل. فريده في الدرايف من الميدل 1-1 تروح طلع الكيك اوت على طول لدينا عمرو. دينا عمرو على 3 بوينت روعه الروعه. دينا عمرو تنجح في تسجيل 3 نقاط جديده لصالح النادي الاهلي. دينا عمرو الكابيتانو وتاني الثلاثيات ليها هذا في هذا اللقاء. ملك نعمان تتخطف منها الكوره لكن بخطا شخصي وفاول على حبيبه بيه. تنزل يارا اسامه ونوع شتا بدل من فاتو. كده تشكيل نادي الاهلي. حبيبه بيك ودينا عمرو وفريده وائل ويارا اسامه ونهشد زون ديفنس النادي الاهلي. رفايده 3 بوينت رفايده تنجح في تسجيل نقطتين كمان لصالح نادي. لا دي 3 بوينت تنجح في تسجيل نقطتين لصالح نادي الاولمبي. حبيبه بيك سلم ليارا اسامه. يارا تركيز من الكوتش طارق خيري ليه حبيبه بيكو. تقلب ليارا اسامه هاند اوف على طول مع دينا عمرو. دينا في الدرايف دينا لازم تشوط قبل ال 24 ثانيه شاطت فعلا لكن لا تنجح في التسجيل. تلم على طول لاعبات نادي الاولمبي عن طريق فاطمه مجاهد طلع السكي وان هاند باس كده لكن تتقطع في الاخير من يارا اسامه. تبدا بيكو الهجمه في الفاست بريك. بيكو تهدى على ملعبها وتنزل وتلعب في السيت بلاي. نوها شتا في الاوبن شوت نوها لا تنجح في التسجيل. يارا اسامه من اعلى نقطه لكن تتخطف منها كده عن طريق فاطمه مجاهد. تقلب الملعب ليه ملك نعمان ل 3 بوينت انج عصام لكن لا تنجح في التسجيل. يارا اسامه على طول ديفنسيف ريباوند وتسلم لفريده وائل. فريده في ال 1-1 فريده راحت في الاول زاويه للمره الثالثه لكن ما ترجعش في التسجيل. سكند شانس حاضر عند كابيتانو دينا عمرو تنجح في تسجيل 2 بوينت جديده لصالح النادي الاهلي. دينا عمرو نقطتين جداد لصالح النادي الاهلي. 74-41 اخر ثلاث دقائق في عمره احداث الكوارتر الرابع. النتيجه خلاص تقدر تقول عزيزي المشاهد لصالح الاهلي والاهلاويه. ملك نعمان في الكيك اوت لانج عصام هاند اوف على طول مع رفايده. رفايده للثري بوينت للثانيه تنجح في تسجيل نقطتين. ونوع شتا بتعتذر للكوتش طارق خيري انها ما طلعتش قبل رفايده. ثلاث نقاط جديده لصالح نادي الاولمبي. 74-44 حبيبه بيكو ليارا اسامه سلمت لنوها شتا في ال 1-1 نوها لسه عندها الفرصه تطلع كيك اوت. طلعت الكيك اوت وسلمت يارا اسامه يارا اسامه فريده وائل لكن في الاخير هل هي فاول ولا اوتسايد؟ اعتقد انها اوتسايد. 74-44
اوتسايد اهلاوي. لو زمايلنا في الكنترول كده يجيبوا لنا اللوحه في اقرب توقف. شكرا ليكم. دقيقتين و16 ثانيه 74 43 وادي ال 24 ثانيه تنتهي وتقول الكره على طول في حيازه نادي الاولمبي. اخر دقيقتين و10 ثواني في عمر احداث الكوارتر الرابع والمباراه. اندي عصام سلمت على طول لفاطمه مجاهد لملك نعمان مره ثانيه. فاطمه عملت لها سكرين قلب النادي الاهلي مان تو مان. ملك نعمان شاطت على الاوبن شوت لكن لا تنجح في التسجيل. بيكو في الاول ذا واي في الاول ذا واي طلعت لدينا عمرو قلبت لنوع الشتا. نوع لفت وارتكزت وراحت لكن تحصل على خطا والتو شوتس لصالح نادي الاهلي عن طريق نوها الشتا. 74 43 31 نقطه والفارق. ملك نعمان من نادي الاولمبي تخرج تنزل مكانها مريم صلاح. زي ما قلت لحضراتكم غدا ان شاء الله الاهلي والطيران ويوم السبت ان شاء الله الاهلي والتامين على صاله الشهداء. فري ثرو اول غير موفق من نوع الشتا. بعد هذا اللقاء سيقام ان شاء الله لقاء التامين والطيران للفريق الاول وفري ثرو ثاني تنجح في تسجيله نوها شتا. فاطمه خضراوي تعود الى ارض الملعب من تمن النادي الاهلي. سلم على طول لانجي عصام. رفايده لفاطمه خضراوي مره ثانيه. فاطمه زي ما قلت لحضراتكم النادي الاهلي قلب مان تو مان لرفايده. تسلم لانجي عصام وادي السكرين ولي ميديم شوت كده لكن لا تنجح في التسجيل عن طريق رفايده تامر. يلم على طول يرى اسامه يرى اسامه وتسلم لبيكو. تقلب الملعب بالسكيب باس على طول لفريده وائل. فريده في الاوبن شوت 3 بوينت لكن لا تنجح في التسجيل. تلم على طول فاطمه مجاهد طلع اللونج باس لكن كانت بعيده وبتطلع اوتسايد لصالح نادي الاهلي. اوتسايد اهلاوي. خلاص النتيجه فوز النادي الاهلي حتى وان متبقى اقل من دقيقه. فارق الفارق كبير. تركيز من الكوتش طارق خيري. لسه بيكو تمتلك كره قلب نادي الاولمبي مان تو مان. سلم ليه باصه يعني فكره حلوه لكن باصه كانت اقوى شويه واطول شويه على يارا اسامه واوتسايد لصالح نادي الاولمبي. فاطمه خضراوي. خلاص اخر 40 ثانيه. مريم صلاح تاخد سكرين. لسه مريم بتحاول تاخد الثغره كده وتطلع لكن ستيل ترن اوفر كده وبات باص تروح على طول عن طريق دينا عمرو لكن في الاخير بلوك ولا اروع من اللاعيبه رفايده تامر منعت الفاست بريك لحبيبه بيكو وبتنجح انها تعمل بلوك واوت سايد لصالح نادي الاهلي. اخر 18 ثانيه. مبروك للنادي الاهلي اولى مبارياته الفوز على نادي الاولمبي وايضا فاز نادي الاهلي على الاولمبي في المرتبط 73 32. اوتسايد اهلاوي دينا عمرو في الاوبن شوت من البيز لاين شاطت لكن لا تنجح في التسجيل. تحاول معاها نوشيتا لكن في الاخير لاعبات نادي فرفايده تنجح انها تتم ريباوند والفاست بريك لكن لا ينجح. بيكو لسه معاه الكوره حبيبه بيكو. سلم ليارا اسامه تلف وترتكز. سلم نوها شتا ميديم شوت نوها تنجح في تسجيل نقطتين كمان عشان تكون النتيجه 43 77. خلاص ارتضى الفريقان بنتيجه اللقاء. مبروك للنادي الاهلي والكوتش طارق خيري بفوزه على نادي الاولمبي 77 43. أعزائي المشاهدين شكرا لكم على حسن المتابعة والمشاهدة وألف مبروك لملكات النادي الأهلي بقيادة الكوتش طارق خيري وحظ أوفر لبنات نادي الأولمبي بقيادة الكوتش كريم وإن شاء الله نلقاكم بإذن الله في مباراة قادمة بإذن الله في قادم المواعيد. شكرا لكم على حسن المتابعة والمشاهدة. كنت معكم معلقكم الرياضي أحمد مناع. إلى أن نلقاكم قريبا بإذن الله.